أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين كاف عين من اليمن تقول: امرأة متزوجة لها 4 من الأولاد، وزوجها صاحب أخلاق الحمد لله فاضلة ومتدين، وهو يقوم بجميع الحقوق الزوجية لهذه المرأة وهي كذلك، ولكنه طبيعة الشيخ يتميز بالصمت الشديد، وليس مع زوجته فقط ولكن مع جميع أسرته، فإذا تحدثت معه الزوجة بموضوع فإنه ينهى عن الحوار بسرعة بكلمة أو كلمتين، أو ينهي الحوار بسرعة بكلمة أو كلمتين، فهي تغضب من هذا التصرف الذي يقوم به هذا الزوج باستمرار. فبماذا تنصحون هذه الزوجة لتستمر في حياتها الزوجية مأجورين؟ أنصحها بالصبر على هذا الزوج ما دام أنه مستقيم على طاعة الله وقائم بحقوق الزوجة وحقوق الأولاد غاية ما فيه المستموت، هي تصبر على هذا، ولكن نوصي الزوج أيضا بأن يتبسط مع أهله ومع أولاده ومع زوجته، لأن هذا من العشرة بالمعروف. الله جل وعلا يقول: وعاشرهن بالمعروف. نعم.